وبنشكر طبعا سيادة الوزيرة سحر النصر على المجهود اللي بتقوم بيه لعودة الاستثمار مرة أخرى. مشاهدينا، دايما احنا زي ما قلت لحضراتكم مستمرين لعرض مشاكل المواطنين في فقرة أحوال الناس. المرة دي من مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مجموعة من الأهالي حوالي 4000 مواطن حصلوا على أرض من هيئة المجتمعات العمرانية. الكلام ده من 20 سنة، لكن حتى الآن بيحلموا بالحصول على عقود تمليك. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر في سياق التقرير التالي. احنا ملاك الحزام الاخضر من خلال شركة 6 اكتوبر الزراعية، ودي شركة مساهمة مصرية بها حوالي 1800 عضو هم ملاك. بتنقسم ارض شركة 6 اكتوبر لجزئين، جزء اسمه الحزام القديم وجزء اسمه جنوب الوادي او مصطلحا شرق السكة. احنا متجمعين النهاردة الجمعية العمومية عشان نتوحد في رؤية للتعامل مع التخبط اللي حاصل من هيئة المجتمعات. اعلانات بتطلع من اعلانات ليس لها مغزى ولا رؤية ولا وضوح. نفاجئ النهاردة حضرتك ان هيئة التعمير ممثلة في جهاز مدينة 6 اكتوبر بيقول لنا احنا حولناها سكني، وتعالوا ادفعوا مبالغ خرافية. حضرتك بتبلغ 3.5 مليون جنيه على الفدان تقريبا، يعني 3.4 مليون وحاجة، يعني يقول 3.5 مليون. فحياتك على متر ب 815 جنيه او 830 جنيه حاجه زي كده. ولو هشتري الارض من جديد مش هدفع الفلوس دي. انا بقول للهيئه خدي الارض بتاعتي واديني انت الفلوس دي. الارض دي ملكي وانا دافع ثمنها وصارف عليها وزارع، ها؟ وانتوا جايين تقولوا لي ادفع مقابل المبلغ ده عشان هحولها سكني وتبني نسبه المباني تكون 15% ودور ارضي ودور اول فقط. انا من واحد من الناس طلبت في الجمعيه العموميه اللي كنا عاملينها قبل دي ان هو يتعمل توكيل للمجلس اداره الشركه. عايز هم يعرفوا يتفاهموا معاهم، هم يعرفوا يتكلموا معاهم، هم يعرفوا كل حاجه. انا واحد من الناس مش هعرف اوصل لاي مكتب، انا اعرف اروح للمسؤول، اي مسؤول بابه مقفول. انا رحت مره للجهاز عشان كنت عامل عمليه في رجلي وفات الميعاد بتاع المعاينه، ما عرفش اقابل رئيس الجهاز ولا اقابل اي حد. بصوا لنا تاني، ان احنا بقالنا 25 سنة احنا عمرنا الصحراء وعملنا منشآت للزراعة من طرق لشبكات مية كهرباء. لما بدأنا نتقدم للهيئة ونقول لهم احنا تحت امركم نتقدم، وعرفوا ان هم ملاك فعلا، ال 15% احنا مش معترضين، بس معترضين على التكلفة.